العالم وقد أساس وداروا لي شي حاجة دراري طابقوا لي شي دراري وداروا لي شي حاجة في المشروبة وانايا بقيت نهار على نهار تنقول هاتي غادي حي وانا من غادي وانا تنزل جيت عند واحد دكتورة وين دوز عنها دقات لي واحد البرا هاديك البرا اللي دقات لي ما جاش مع داكشي اللي دارو لي هادوك الدراري انتظر كيف علي شنتيني جيتيو وزرعتي ليا كله بالعرق هذيك البرا اللي دقاتي هذيك الدكتورة الناس طلع الموقع والناس طلع مطلسة كيف علي عزنيت براسي تقفلت فهمتي وهاديك التقوفية دوزت 4 أيام وزوجتي بطلي تقل رجلي أما منها بطلي تقل لي ودي تمشي تقيل شوية هاد الكتاب ولو تلقى ولقى قولية من هنا مشيت السبيطار قال لك كان واحد دواء غالي هي هذيك كينا واحدة خرجوها لي ب4 سنين واجي 4 سنين وانا ما صورت عشا ليلة و4 سنين خاصني هي تقريبا شي 85,000 ريال من الخمسة وعشرين يوم ل25 يوم شهر قال 5 أيام وهادشي كامل عارفين ولا دراري ولا دعو هادشي ما فيه لا حتى ولا بت ولا كرجع في الله هنا عندنا أمرا لله ماشي العبد اسمح محمد باش دقات لك الطبيبه اللي برا كنتي مازال واقف واقف تنجر اصاحبي كالعاون واش فهم تنجر كالعاون وهذيك ساعة قلت لك يمني دقات لي نص بطل تحت بلا سيدك كيف علي شي ميزة لوح شي قنبولة فوسط ديك الطابلة وتنباشر تتبالك بحالك قلت لك الناس طلع لي الفوق والناس بطلت كيف علي حسيت بيها خرجت لي من رجلي ومن راسي دوزت 4 أيام وانا بطلت تقل رجلي ما بقيتش قادر نتمشى دوزت نقول لك عاوتاني عام يدي ما بقاش نحركو يدي صافي دابا لا مهزهم عليا ما تاش وهي تيقول لك الجمعية هي انا ما فيش
سام الجميع، كل واحد ولدي تقلب على راس يقول كوخ عنا عندي وهنا عندي وما كان رجعت السبيطار قلت لي ما سأتي قال لك مرضك وهذا سأت بعد وديالك تاح النمولان وعنا دابا تعرف كنا وحدة شريدة من العيد كبير الآخر مش هذا اللي دات قبل من هذا كنا وحدة يلي شربت شهر وخمسة وعشرين يوم وانا تعيتها قال لي تسابقوا لي ودرج تعيتهم لله تعيتهم لله وقت لينا ربي يبين في يوم الحق ربي يبين في يوم الحق ربي يبين في يوم عادي أولي تان أنا بغيت ربي يبين في يوم الحق لا الروح الروح عزيزة في البلد ويخرجوا لي أولاده قبل عندهم هالشي هالشي لابومي تقولوا ما كاين مخزن في البلاد ما كاين والو ولكن عند الله هو ياخذ راحه قال لي كان حلو سمام كما ابغى يكون بلاد هذا وليت انا اقول لك اخوي انا راجلي كان عساس ومرض دابا ملي مرض انا يا ما عنديش انا يا ولادي ولدي خدام عليا خطره خدام خطره جالس انا ما فحاليش معدي ما نصرب على ولادي معدي ما نعطيهم خطره ولدي خدام خطره جالس انا عم مع شيخي ساكنه مع شيخي في السطح عايشه مع شيخي من ناكل من ناكل ما صدتش راه شيخي قلت لي خطره حنا مع شيخي خطره مع ولادي هنايا انا راجلي مريض معدي من هازني معدي من تصرف عليا ما عندي حد دابا ما بقاش قاعد يتحرك طايح بخاطر قاعد الا طاح في بلاصتو تيبقى في بلاصتو لما قعدتيه ما يتقعد لما وكلتيه ما ياكل لما ديتيه تل ما قعد ما يتحرك ما يديه ما يهز ما ياكل ما يشرب ما طايع قاعد طاح في بلاصتو خطيتو دابا انا طاح في بلاصتو تبقى في بلاصتو ما عندو فين اللي يوكلو ما عندو اللي يقعدو انا بقيت دابا نخرج ما تندرج على ودو هوايا ما مريض عيان ما تيتحركش من بلاصتو ما عرفناش انا عساس شويه وكيديات يترعدو تيترعدو تيترعدو يوم تترعدو يدي غدا تترعدو شويه هابط ليه داك الشيء شويه رجلي ثقال تيجر في رجلي عتيجر في رجلي غادي تيجر فيهم واليوم مشى السبيطار غدا نعس نعس السبيطار راه شي شهرين ثلاثه وتاني على السبيطار خرج شرينا ليه الدواء وجا عاودنا شرينا الدواء داك الدواء ما عندنا تسلفنا شرينا ديك الكينه ب 62 الف ريال من هذيك الكينه ما كايناش ما صنا بنشري ما عندنا باش نشريو حنا بحالناش ما عندناش باش نشريو ليه الدواء صافي راه برك راه قعد دابا ما عندي انا من نصرف عليا ما عندي ها ولادي دابا خصكم كاينه كل 15 كل 15 يوم 20 يوم كاع ما عنديش باش نشري انا ما بحالي 62000 ريال ما بحاليش انا باش نشري انا ما عندي 62000 انا ما عنديش ما نصرف انا ولدي ما عادش ما يبث من وكل ما بقى غنشري الدواء ما عاد نشري الدواء عندي باش نشري انا قال لك البراد قلت له الله انا قلت البرا ضربت البرك الساعه مشيت دقيت البرا ديناه دوزنا لي عندها وجنا ولا بقى فيه الحريق ديناه دقت ليه البرا قالك تنحس بالنص ديالي تقسم عليا النص طلع الفوق هبط لتحت ونص طلع الفوق قالك تنفخت بحال جاي فوق البونج غادي قالك تنعفط وكشي بونج قالك تنعفط تنفخت جا الراجل مشونق مالك 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 قلنا زعما غتولي عليه اصلاح دابا تاع البرا والو طاكو شويه بشويه بشويه غادي تزحف خطرات شل دابا راه طايح ما تينوش دابا راه قاس طاح فما يطيح فما قعدنا يتقعد وكلنا هو ما كناش راه قاعد فما دابا راه قريب قال في عامين هو طايح عامين راه طالع تاع عامين دابا عام ونص قول عامين باقي شي شويه تيجر في رجليه دابا راه عام ونص قول لك صافي طحت شل بخاطره دابا اليدين طايح رجلين طايح يبات هكا قاعد قاعدين يتكيني هادشي اللي كاين ممكن نقول لك ولدي انا ما عنديش انا عندي الله تعالى وتبارك هادشي اللي نقول انت شوفي انا تشوف انت شوف انا فين عايشه فين ساكنه
ها انت تشوف تشوف الحاله بلا ما نقول لكم، ها انت تشوف الحاله. انا في السطح ساكنه في السطح، شتا عليا شتا عليا وبرد عليا وكل شيء عليا. انا عايشه انا وولادي نقهر انا وولادي، شي اللي غنقول انا مع شيخي ساكنه شاده بيت وكوزينه في السطح. انت تشوف السطح قاسه في البرد وفي الشتا وكل شيء قاسه. تمشيو للسبيطار او المستشفى شنو كيقول لكم السبب في العلاج ديالو؟ كيفاش تيقول لك شريو لي هاد الدواء؟ صافي شريتي له شريو لي عاد الدواء. انا ما عندناش نشريو هاد الدواء، قالك ما عندنا ما ندير لكم، سيروا شريو ليه الدواء وعطيوه هاد الدواء. ما كاينش شي عمليه؟ لا لا ما عندوش العمليه، قالك ما عندو لا عمليه، قالك لا والو. من انا ما عطينا الدواء، قال عطيونا الدواء، عطيونا ورينا شي جمعيه وريونا نمشيو نشوفوا الدواء. قالك حنا ما عارفين، سيروا سولوا نتوما، سيروا شوفوا نتوما ولا شريوه. انا ما عنديش باش نشري، قلت لها انا ما عنديش. انا التاكسي كنت نصيب باش نركب، قلت لي باش نركب باش ندي السبيطار نهار الغدا جاي، قلت لي نصيب باش ندي. عندي ولدي انا ما اش غنقول، حالة انتم تشوفوا فيها، انتم تشوفوا في الحالة، راه فين طايح، راه فين ساكن، راه فين عايش. انا ما عندي ما خدامة ما دامة ما عرفت حاجة. عندي ولدي واحد خدام، خاطر خدام خاطر قاس خاطر لا خدم، راه حنا تيصرف علينا ما خدمش، راه حنا قاعدين. ولد واحد اللي خدام علينا، هذا الشيء اللي قسم الله علينا حنا هو هذا. انتم تشوفوا فين ساكنين، هالحالة ساكنين في الشتاء في البرد، فانتم تشوفوا كل شيء كوالدكم. انا ما هادشي اللي غنقول لكم هو هذا. فجأة يضيع ما بين يديا، ما صايبة باش نهزو، ما صايبة باش نحطو. كان عندي تانا راه غنجري بيه في السبيطار، نجري بيه السويسيات، نجري بيه، غنخلي بيه حتى الشقونت، ولكن ما عنديش تانا ما صايباش باش نتحرك. تمن النهار راه فين ما عندي باش نتحرك. أنا يلاه تنوكلو، يلاه تا جابنا ذاك اللقمة، يلاه تنوكلو، نوكل نوكلو هو ذوك الولاد الصغار. ما صايباش باش نعيش ولا باش نتحرك ولا ولدي. صافي ولدي هادشي اللي عندي. أنا قلت Thank you.